كنت مفكرة إن السرعة بتتخطى كل الحواجز، بس بالحياة السرعة مش كل شيء. الحياة منا قصيرة مثل ما الكل بيفكر. الحياة إلا معنى، إلا وقت وإلا دافع. كل شيء بيرجع لإلنا، كيف منخلق الأشياء وكيف منطورها. بس فجأة طريق مسكر. وشو يعني طريق مسكر؟ وقفت أحلامك؟ وقفت طموحاتك ومنك عارف لوين هلا؟ إذا سكرت الحياة باب، تفتح باب تاني، وإذا ما فتحت لك هالباب، خلق أنت طريق النجاح بقوة وعزيمة. بحياتك ما تتطلع لورا، تعلم تلحق مستقبلك وما تضيع وقتك وطاقتك على الماضي. انسى الماضي، فتش عن خير بكل شي بيصير معك، بكل يوم بكل بكرة. ما تتخلى عن أحلامك، لأنه النجاح ببلش بحلم.